Good evening. Here is the news in English from Oman Television, read tonight by Hilary Smith. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلفزيون العماني يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرته المحلية لهذا اليوم، يقرأها جاسم عبد العزيز. أيها السادة والسادة، أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة. Good evening. Tonight's news is read by Warnisha Dool and Huma Raza. First, the main stories. مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم ونوافي حضراتكم بعرض شامل لأهم وآخر الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. Good evening. Here's the news and first the headlines. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المشاهدون، نحييكم من تلفزيون سلطنة عمان ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة بعد منتصف الليل. أخبارنا العربية. جلالة السلطان المعظم أيده الله يصل إلى الدوحة في زيارة خاصة لدولة قطر الشقيقة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها أخاه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سلطان البلاد المفدى يهني رؤساء أذربيجان وأرمينيا وأثيوبيا بمناسبة العيد الوطني لبلادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم من تلفزيون سلطنة عمان وإلى حضراتكم نشرة الثانية ظهرا، فأهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من تلفزيون سلطنة عمان وإلى حضراتكم نشرة العاشرة ليلا ومن أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يقيم حفل شاي بمناسبة العيد الوطني 40 المجيد. وطني لبلاده. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Live from the Sultanate of Oman, here is 8:30 news. First, the headlines. His Majesty Sultan Qaboos presides over the opening of a cultural center of Sultan Qaboos University. Good evening once again and thank you for joining us. Those were the headlines and now the news in details. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. من تلفزيون سلطنة عمان نحييكم وهذه نشرة أخبار الخامسة مساء. أبدأها بالعناوين. جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد. مرحبا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. شمل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخبار العاشرة ليلا من تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم مشاهدينا ونبدأ النشرة بأهم العناوين. في هذه النشرة: توجيهات سامية بإنشاء مركز اتصالات للخدمات الحكومية كأداة رقابية على الأداء. استقلالية القضاء خطوة هامة باتجاه تعزيز الفصل بين السلطات. كما تتابعنا في هذه النشرة: الجيش السوري يتحدث عن سيطرته الكاملة على حي باب عمرو في حمص. بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه تقرر ما يلي:
السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، والتي نقدمها لكم اعتبارا من اليوم من هذا الاستوديو الجديد وبتقنية عالية الوضوح. ومن أبرز عناوينها: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد فهد بن محمود يستقبل معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه الرحيم. أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون في أبرز عناوينها: مجلس المناقصات يسند مشروع إجراء إضافات وتحسينات على طريق خصب تيبات بمحافظة مسندم وعددا من المشاريع التنموية. السلام. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أخبار عمان. ومن أبرز العناوين: وزارة الداخلية تعتمد 107 مراكز لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. Good evening, you're watching the news from the Sultanate of Oman television. First the headlines. His Majesty the Sultan issues a royal decree appointing a non-resident ambassador. مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم الى اخبار عمان، البدايه مع ابرز العناوين. نحو 612 الف ناخب وناخبه يتوجهون غدا لمراكز التصويت في جميع ولايات السلطنه لانتخاب اعضاء مجلس الشورى للفتره الثامنه. السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الخامسة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، نبدأها بأبرز العناوين. بناء على التكليف السامي، سمو السيد أسعد بن طارق السعيد يترأس اليوم وفد سلطنة عمان في أعمال القمة العربية 31 بالجزائر. سمو السيد ذي يزن بن هيثم الصفري الكربوني. بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه،
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار عمان من مركز الأخبار. أهلا بكم. وفي أبرز العناوين، جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. الموازنة العامة على العمل. أهلا بكم. Good evening, you're watching the news from the Sultanate of Oman Television. First the headlines. His Majesty Sultan Haitham bin Tariq issues orders to form a ministerial committee to assess the damages caused to citizens' homes and properties in the governorate that took the brunt of the tropical storm Shaheen.